إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعكم قناة عقارات الجزولي. أخوتي الأعزاء، اليوم جبت لكم واحد لابارتومون كاين في الريد توصي، حي معه حتى وزينة الحليب. مرحبا بكم، أجيو تشوفوا هذا لابارتومون كيفاش داير. بارتمان تبارك الله كبيرة، مسلوحة، متراج 115 متر كاري. أجي نوريكم مدى. أول حاجة نبداو بها هي الصالون. بالنسبة لابارتومون تروا بيوت، أول حاجة هي الصالون. نشعل لكم الضوء كيفاش داير الصالون. كيفاش كتشوفوا الصباغة، بلاف مزيان تبارك الله، اللهم بارك، مساحة تبارك الله. عندنا هنا يجي نوريكم واحد لاكور، متراج ديالو 15 متر كاري حتى 16 متر كاري. إذا تبارك الله اللهم بارك، يمكن لك تزيدوا واحد صالون تاني، علاش لا. كيف كتشوفوا هنايا عندنا صالة مونجي، هذا واحد كولوار طويل. عندنا هنايا طواليط جاكم الله، عندنا هنايا حمام، يعني الحمام وطواليط سيباري، هاد القضية مزيان. عندنا هنايا واحد سيجور، الشرجم ديالو تبارك الله. بالنسبة للدار 115 متر كاري، عندنا هنا مازال ساكنين فيها الناس، ولكن راه غادي تباع ان شاء الله. ومرحبا بكم، اللي شاري مرحبا بكم، السلام عليكم.